كيفاش بديت؟ كيفاش بديت حكاية التليفون؟ باش نحكيو اليوم على قصة اختراع الهاتف، على الإلهام اللي جاه، وعلى أول مكالمة هاتفية صارت. بدأت الحكاية مع المخترع البريطاني ألكسندر غراهام بيل، اللي جاته الفكرة من زوجته وأمه اللي كانوا يعانيوا من ضعف كبير في حاسة السمع. دونك هكا جاته الفكرة باش يصنع آلة توصل الكلام والمعلومات للناس بسهولة. وفي البداية كانت الفكرة هي جهاز تليغراف متطور، حتى ولات جهاز ينقل الأصوات عبر أسلاك. غراهام بيل كان يدرس الموسيقى ومهتم بعلم الصوت، وقابل تكنيسيان اسمه توماس واتسون، خدموا مع بعضهم باش ينفذوا بعض الأفكار في كومبينيزون بين الصوت والكهرباء، ونجموا يخلقوا تذبذب في سلك نحاس باستعمال الصوت. وعام 1876 نهار 7 مارس بالتحديد قاموا بأول تجربة في زوز بيوت. غراهام بيل عنده جهاز إرسال وتوماس واتسون عنده جهاز الاستقبال، وصل للصوت ونجحت التجربة، وكانت هذه أكبر خطوة في اختراع الهاتف. وبعدها قعدت المحاولات في التطوير حتى وصل للفونوغراف اللي هو آلة تسجيل صوت، وبعدها تعدى للهاتف الضوئي اللي ينقل الصوت على حزمة ضوئية. وبعد مدة طويلة اختراعات غراهام بيل تحولت ورينا أول مركز تحويل هواتف في نيو هيفن، اللي هو حاجة كيما التاكسيفون، وكان فيه 21 خط، وأول خط مكالمات بعيدة كان بين بوسطن ونيويورك، وانتشر في العالم الكل حتى عام 2007 وصل لأكثر من 500 مليون مشترك.